x باور 3 ماينس 1 دي ديفرنس بتوين 2 كيوبس، كوس صغير وكوس كبير. x باور 3 تبقى x ماينس 1 سكوير ذا فيرست سكوير ذا سكند، فيرست تايم سكند اتشينج الساين، دي نيجاتيف تبقى بوزيتيف x. قلنا نحول ديفايد التايمز بنقلب اللي تحت ده طلعوا فوق، هتبقى x باور 2 بلس x بلس 1 x ماينس 1 نازلها تحت. لما نجيب الدومين اللي قبل علامة الديفايد اللي تحت بس اللي هو الx equal 1 اللي هي الx of 1، اللي بعد علامة الديفايد هو القلم، بجيب لي اللي فوق واللي تحت. يعني يا مستر اللي فوق ما فيهاش، يبقى اللي تحت بكام؟ equal 1. نبدأ بقى عملية السمبليفاي بتاعتنا، x power 2 plus x plus 1 هتروح مع x power 2 plus x plus 1، x minus 1 مع x minus 1، x minus 1 مع x minus 1، في الآخر بقى عندي مفيش أي حاجة يعني equal 1. طيب في مسألة حلوة جدا جدا بيقول لي n of x equal x power 2 minus 2x over x minus 2، وكاتب لي هنا x power 2 plus 2 عشان يلخبطنا. طيب طلب مطلوبين في منتهى الروعة، أول طلب غريب جدا بيقول لي find n to